الجنسية هذه بدأت في أواخر 2018. كنا كنعيشوا حياة طبيعية أنا ومن خالي ديالي وقرب العائلة وواحد الشيران يوم. كان عندنا واحد لحية صاحي في الكتابة جارنا ولحية ملتزم معروف النزاهة والثقة ديالو هو اللي عرفنا عليه الشخص والأخ ديالو. نعم الشخص الموجود هذا اللي نسمع فرنسا على اساس غنمشي ونخدمه في سميتو وغيوقف معانا في الحقول ولا تخدموا في لا غنوب الاولى قال لينا غتمشيو تخدموا في جرادي. نعم جرادي كمساعدي الجارديني عقد عمل ديال كاين ديال العام وكاين ديال 6 شهور ديال العام 5 المليون وديال 6 شهور كيحسب لي 4 المليون على دفعات هذوك الفلوس. بالفعل حنا تقنا في هذاك جارنا اللي عنده داك المكتبه لحياه وملتزم هو باش تقنا باش سلمنا الاموال ما كانش غيدي من عندنا الدرهم هذا المجرم هذا لو كلو ما كان كون ما كانش هذاك السيد صاحب المكتبه جارنا اللي هربان دابا راه هربان عام وزياده هربان هما هما هربانين بثلاثه هاد المجرمين سلمنا الاموال ديالنا على دفعات مده 8 شهور دفعات فهمتيني كل نقول له مليون و20 وبقى كينتف منا على دفعات مده 8 شهور هو كينتف من هذوك فلوس وكيجيب لنا شيكات ضمانه كنطالبوا بشيكات في الاسم ديالنا ما كيبغيش كيقول لك هذاك السيد راه ثقه هو اللي جابكم ليا واللي عرفكم راه ما عندكم مناش تخافوا راه الشيكات في سميتو حنا كنشوفوا الشيكات ما كنقلبوهمش الاخر كيخزنهم فهمتيني هذوك العقود العمل اللي كان كيجيب لينا مخدومين بواحد الطريقه احترافيه خطيره بحال العقد العمل اللي كيتعطى هنا في مكاتب الشغل في روجوش كوميرس ديال لوطيله تما في فالنسيا وفي الترجمان كنعقل على الاسم ديالو هنا في المدينه كيقول لك بانه كيصيفطوهم ليه من فالنسيا صحابو كيجي كيترجموا من هنايا وكيجي كيخدموا في هذيك المكتبه اللي فين كان كيبيع لينا العقود دايرين واحد لورديناتور تماك ملي كان كيمشي معانا ايغليزي هذوك العقود كنطالبوا باش نديروا فوتوكوبي ما كيبغيش هذاك السيد كيقول لنا بان الناس زرباني خصهم يدفعوا لكم الدوسي باش تخرج لكم الفيزا سيروا عند صاحب المكتبه راه عنده لي كوبي ديال العقود في الاورديناتور ديالو حنا كنديروا الثقه في هذاك السيد جارنا ولحيه وملتزم نزاهه صاحب المكتبه بقات القضيه مده 8 شهور ما دافينا حتى واحد فهمتيني مجرد كذوب ادى غير الفلوس وباش وهمنا وصلنا معاه المبلغ 22 مليون وهدالي كان كيقول لينا راه داير لكم محامي كان كيقول لينا راه داير لكم محامي راه متبع لكم باش يخرج لكم البيرميسيون طرافاي هذيك الوثيقه باش تدخلوا القنصليه زيرناه واحد شويه قال لينا راه المحامي غنجيب لكم ديال الفلاحه ها هو جاب لينا واحد العقود اخرى قال لينا 3 شهور غنديكم هذا العقد هذا اللي جاب لينا ديال الفلاحه مني سولنا عليه لقيناه مجرد واحد الطلب تماك في مكتب فلاحة تماك في هويلفا كيتخلص ب 60 اورو سول عليه السيد ود العائلة تماك في اسبانيا كيتخلص ب 60 اورو هو باش نصب علينا هذاك الطلب خاصك الموافقة ديال رب هذاك الفيرما باش يجيبك هما غير كيخلصوا داك الطلب كيصيفطوه هنايا باش كينصبوا على عباد الله جوج طرق باش كينصبوها العقد الاول بطريقه احترافيه جاي من مدينه فالنسيا من اوطيلات عالميه تماك وفيه المدير اسباني وهذاك المجرم ما كيديرش سميتو باش ما تلقاش منين تشدو ما كيديرش سميتو السيد خطير عارف راسو اش كيدير هو هذاك بحال مكتب الشغل انا خدمت مع مكاتب الشغل هنايا في شركه ديال الادويه نفس العقد بطريقه احترافيه وكاين واحد الالتزام بدوك الشروط ديال العمل وفيه الصالير كيوهمنا بالصالير واصل 1000 اورو شي حاجه هذاك الالتزام كيكتبوا لي صاحب المكتبه في هذاك لورديناتور باش حنا يوهمنا في المقاطعه على اساس الملحقه الاداريه بان هذاك الشيء قانوني كيقول لنا هذا الشيء عندي قانوني كملت عام السيد غيقبر واحد يومين كنصوني عليه وما كيجاوبش غيقول لنا راني تعتقلت شادين ليا الباسبورات ديالكم في الفراج في الشمال هو هذاك الشيء مجرد كذب هو تعتقل هنايا لدى السلطات الامنيه هنا في منطقه عين الشق جبدوه من الدار من اجل شكايات الناس ديال الحسيمه والناس ديال مدينه القنيطره على نفس الجرائم قبل منا هادشي متى غنكتشفوه حتى ولينا كنمشيو عند ولد عمتو عند عمو عند واحد الحاج كيعرفهم مزيان توسط لينا عندهم عاد غنعرفوا هاد الجرائم بان السيد قبل منا في مدينه الحسيمه كاينه مذكره بعثه في مدينه القنيطره ناصب على عباد الله العلم ولا شحال ديال الملايين عاد جا كمل بينا حنا
هاد السيد خطير وخطير لغيره. كاين مذكره تبعت في مدينه الحسيمه، كاين مذكره تبعت في مدينه القنيطره، مذكره تبعت هنا في مدينه الدربيضه ما كايناش يا اختي. وراه عقلتي شحال بشحال باش درنا اللقاء الصحفي انا وياك مده 8 اشهر، راه حشومه هاد السيد ما يتلقاش عليه القرض. وكاين المجرم رقم 2 هو الاخ ديالو صاحب الشيكات، هذاك صاحب الشركه اللي اكتشفنا من بعد ندينا كنستقصيو بان شركه وهميه كانت في 2010 عباره عن شركه ديال لوكازو ديال 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 السيارات في شارع الجيش الملكي، من بعد حولها لشركه ديال صنع البوطوات ديال الريزو ديال الالكتروني كيتلاعب فيها. العنوان وهمي فارغ، السيد حلينا دار البارطمان قال لك اودي خاوي، وهالوثائق اللي عطاني بانه دار ليكيداسيون مسدوده، وهي في الاصل راه في المحكمه التجاريه محلوله، وكيقول لك بان عنده خدامه خدامين معاه. من يسولنا المحيط العائلي قال لك راه مشاركين معاه شي وحدين صحاب الشكاره كيبزنزو في هذيك الشركه وكيتلاعبوا بهذاك دفتر الشيكات. هذا الاخ ديالو كاينه شركه وهميه كيبزنزو بها، ولا ما اكدنا النسيب ديالو اللي زودنا بالرقم ديال البطاقه الوطنيه ديالو، واللي حتى هو هربان ليه فلوس نصب عليه كانوا دايرين تجاره. قال لي هذا السيد خطير خطير للغايه، وكينصب هذيك الشركه على ناس بيزنس مان نصب عليهم وما قادرينش يوصلوا للسلطات الامنيه. ماشي كيدير ثلاثه الاشخاص، ثلاثه الاشخاص. الشخص الاول المجرم اللي كيتاجر في هذوك الشيء هذوك العقود ديال العمل الهجره، اللي ماشي غير لاسبانيا، البلدان عديده في اوروبا. والملف في المحكمه كياكد لنا المحامي انه ضمن عصابه اجراميه خطيره فيها عيالات وفيها افراد كثيره مختصين في هذا البيع هذه العقود المزوره للبلدان الاوروبيه والبلدان عديده. الاخ ديالو عنده تلاعبات بالشركه الوهميه وعنده نصب من بطريقه اخرى. المجرم رقم 3 هذاك جارنا اللي سد المحال وهرب لينا بالشيكات كاين في منطقه الصحراء فهمتيني، والاورديناتور باش كنخدم حنا كنقلبوا عليه ودرناه في الشكايات لدى السلطات، طالبنا بالقضاء باش يقلب عليه فهمتيني. الملك ديال المكتبه اللي في الاسم ديالو لا باتونت والسوارت كيقول لك بانه ما شافوش، ولكن عارف فين كاين الاورديناتور. حنا كنطالبوه يجبد الاورديناتور يعطيه السلطات الامنيه باش دير الخدمه ديالها. الاورديناتور فيه العقود ديال العمل اللي قبل منا، ناس قبل منا تعرضوا لعمليه النصب. تجينا حنا وفضحنا هذا الشيء والتجئنا للسلطات الامنيه. دابا حنا المطلب الوحيد ديالنا هو القضاء ينصرنا فهمتيني. المحامي كيقول لك بان الملف كاين في النيابه العامه، تواصلت معاه الصباح قال غيتعرض للحفظ. حشومه، اش من حفظ غيتعرض؟ واش الناس كياكد ليا بانه ضمن عصابه اجراميه والقضيه جنايات، القضيه جنايات ضمن عصابه اجراميه كبيره. انتم دافعين الادله ديالكم، دافعين كل شيء، دافعين الادله والناس عندهم صوابق، عندهم كل شيء فهمتيني. الناس عندهم صوابق. هو باقي ما صدرش القرار، باقي ما تم عام ونص مذكره بحث، مذكره بحث ما كايناش. حنا بغينا مذكره بحث في حق ثلاثه الاشخاص. هذاك ملي غيطيح هذاك المجرم رقم واحد غيبانوا بزاف الشركاء ديالو اللي ما كنعرفوهمش. فهمتي، حنا كنعرفوا ثلاثه الاشخاص بحكم انهم ساكنين حدانا حدا الحي. الدار راه مهجوره في كانوا اللي كانوا كيستغلوا فيها العناوين، واللي خرجوا معايا السلطات الامنيه داروا معاينه دافيت اللي كان، ثلاثه المعاينات ما كاينش لهم اثار. الجيران كيقول لك هذوك الناس راه غابرين، راه ما كيجيوش، راه دايرين العناوين في البطائق الوطنيه على حساب هذيك الدار. هما راه عندهم شقق اخرى وعندهم فيلا وعندهم ممتلكات في مناطق اخرى، يعني صعيب الامن يوصل لهم الا ما عندكش مذكره بحث. السيد جارنا اللي اللي اللي, اللي فرش لينا واللي سببنا تمشاو لينا الفلوس راه هربان في منطقه الصحراء، باش تجيبو خاصك مذكره بحث. حنا المحامي كيقول لك الملف تحفظ باقي ما وصلش لوكي جهه الملك. ضغطنا عليه قلنا له يا ودي سير هز الملف دخلوا لوكي جهه الملك، الا شاف هذه المعطيات راه غيصدر الامر. العقد العمل كيبان لك بحال 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 اللي كاين في مكتب الشغل، بحال اللي كاين في مكتب الشغل، ما كاينش ما كيسميش. هاد الناس شحال من عام وما كيديروا هذا العمل، مخفين على السلطات، بغيناهم يتعاقبوا. وبغينا خوتي المغاربه يوعاو المناطق النائيه، راه عقد العمل واخا يجيبوا لك جارك يقول لك جايبوا لك من اوروبا الله يجازيكم بخير، عقد العمل راه كيجي عن طريق وزاره الخارجيه في الرباط، وكيجي مبعوث من هذيك الشركه تماك، وكيكون الطوبو ديال وزاره الخارجيه باش كيكون حقيقي وكتسيني لداخل. لا مشينا لوكالات اسفار وقلبنا،
حيت دابا ملي كتهضر خاصنا نوعيو الناس باش ما يطيحوش ما يطيحوش ميطا. وبالنسبه للمكاتب الشغل ديال المكاتب ديال الفلاحه راه العقد العمل كيجي عن طريق لانابيك خوتي المغاربه اللي غايقول لكم راه غنجيب لك شعار غير غيكذب عليك ولا تمشي عن طريق محامي باش يضمن لك حقوق ديالك. والناس اللي كتشد الشيكات ديال الشركه راه الشيكات ديال الشركه لقينا فيهم مشاكل وضاع علينا حقنا هكا 22 مليون خمسة الشيكات مفرقة عليهم فلوس السيد غبرهم. انتم هذه شكاية جماعية؟ شكاية جماعية فيها 8 ديال الضحايا 8 ديال الضحايا ولكن راه كاينين ضحايا اخرين ما قادرينش يلتجوا ما قادرينش يلتجوا راه في المجموع من يسولنا راه ما بين 40 50 مليون اللي مشات بسبب هذاك صاحب المكتبة بسبب صاحب هذاك بطبيعة الحال بسبب صاحب هذاك المكتبة وما كانش غيدي درهم يا اختي والله يا اختي ما عمره ما كان غيدي درهم هذاك السيد. والخطر في الامر انه كيستعمل خاتم ديال الشعوذه هاد السيده فهمتيني كيستعمل خاتم ديال الشعوذه.